يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام ما يسمى بالحمض النووي من أجل معرفة نسب الولد وإثبات الزنا؟ لا، إثبات الزنا لا يجوز، لأن المطلوب الستر، مطلوب الستر، لا يجوز إثبات الزنا بالحمض النووي. والنسب لا يثبت بالحمض النووي أيضا، لأنه ما يثبت النسب إلا بأمور، إلا بأمور شرعية، يعني يعترف به أو يولد على فراشه، يولد على فراشه، أو تلحقه القافة، القافة الذين يعرفون الشبه، فيعمل بقول القافة. نعم.